استمرت فعاليات التدريبات المشتركة صباح 1 واليرموك 4 بدولة الكويت الشقيقة، حيث نفذت عناصر القوات البحرية العديد من التدريبات على حماية سفينة ذات شحنة هامة بواسطة التشكيل البحري والمناورات الملاحية والتدريب على التعاون في تدمير الوحدات البحرية المعادية، كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ تشكيلات الإبحار نهارا وليلا وتنفيذ رمايات بالأعيرة المختلفة على هدف سطحي بالبحر. كما بدأت عناصر القوات الخاصة البحرية بعرض المعدات المشاركة في التدريب وعقد المحاضرات النظرية والعملية وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية. وتنفيذ الكمائن والاستطلاع للأهداف المعادية. ونفذت عناصر قوات الدفاع الجوي محاضرات للتعرف والدمج بين القوات والتدريب على أنسب أساليب الاشتباك مع الأهداف الجوية المختلفة وأعمال القيادة والسيطرة والتدريب على الرمايات الأرضية باستخدام المقلدات واكتشاف الأهداف الجوية المعادية. وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات بالتدريب على اقتحام المناطق المبنية وتحرير الرهائن. وتنفيذ الرمايات من أوضاع الرمي المختلفة. هذا وتواصل عناصر القوات الجوية المشاركة في التدريب الجوي المشترك اليرموك 4 عقد المحاضرات النظرية ومناقشات ما قبل الطيران والتدريب على تبادل الأطقم الفنية والهندسية والخبرات في صيانة وتجهيز المقاتلات قبل وبعد الإقلاع، كذلك تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف الحيوية بما يساهم في تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية.